الله يقول: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو، سبحانه عما يشركون. يريدون الناس واحتكرونها، وأنتم تعرفوا أن لا يدخل الجنة من في قلب مكذرة من كبر. فإذا كان ينظر إلى العلماء بعين التحقير، ماذا استفاد هذا المسكين؟ ماذا استفاد؟ طبعا هو هذا أساسه التربية على التبعية العمياء وعلى التقليد. ولهؤلاء طيب، هم يعرفون الواقع، هم يعرفون حفظ الله في هذه القضية، درسوا وازنوا بين الأدلة، ثم بعد الدراسة الواعية المتأنية ذهبوا إلى الرأي الذي اختاروه، وإلا اسمعوا فلان قال وركضوا وراءه بس بدون تبيين وبدون دراسة وبدون بحث. ما قصة أكثرهم ما هي إلا التبعية العمياء. فنحن نربع بشبابنا عن التبعية العمياء، وندفعهم إلى البحث عن الأدلة والحجج والبراهين، وما نعتقد رأيا إلا بعد أن تتوفر لنا الأدلة الكاملة على أصحية جميع. ولشيخ الإسلام تيمية كلام جميل جدا، ثم يحصل خلاف بين العلماء، واحد يحيد الوائل لجهة، واحد قال لا يجوز، حرام، لا يجوز أن ينصر أحد حتى يتأكد أنه على الحق في الحجج والإذن بالله. يعني ما يجوز، إذا اختلف العلماء انقسموا قسمين، أنت تختار يعني أي قسم شئت، وإلا يجب عليك ويتحتم عليك أن تدرس هذه القضية وتقفلها درسا، وبعد أن تترجح لك يترجح لك أحد الجانبين بالأدلة الواضحة تميل إلى هذا الحق الذي اخترعت به وتنصره وتبينه للناس. الواجب عليك الدراسة، ولا تنحاز إلى جانب من الجانبين أو طرف من الطرفين إلا بعد الدراسة المتبحثة حتى يتضح لك الحق وتقف إلى جانبه تدعو له وتنصره.